أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان المرحلة الأولى من مبادرة 600,000 باب رزق بمحافظة الفيوم. في إطار مبادرة 600,000 باب رزق للفئات الأكثر احتياجاً، ها هو يبدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الأولى من المبادرة داخل محافظة الفيوم بتسليم 107 مشروعاً تنموياً صغيراً وأكشاك، والتي تعد ترجمة على أرض الواقع لبروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان أعضاء التحالف الوطني لتسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه. دي الانطلاقة الأولى داخل محافظة الفيوم، وهنستمر إن شاء الله على مستوى الجمهورية كلها وداخل كل المحافظات، مش بس النهاردة في الفيوم، وهيكون في أهلينا مرة تانية في الفيوم هيكونوا مستفيدين. مستهدف أكتر من 2000 حالة داخل محافظة الفيوم ومحافظة بني سويف من خلال إطار التمكين الاقتصادي اللي هيتم من خلال إقامة مشروعات. تم اختيار الحالات على أرض الواقع ناتج عن أبحاث ميدانية قامت بها جمعية الأرمان ومديرية التضامن بالفيوم. بعد كده رشحنا الحالات، النهارده ان شاء الله الحالات هتستفيد باذن الله بالمبالغ. ياتي اطلاق المبادره في اطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه لتخفيف العبء وتوفير حياه كريمه لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين الى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لاخراجهم من دائره الاحتياج الى دائره الاكتفاء والانتاج. كنت مقدم حضرتك على كشك جمعيه الارمال والحمد لله وصلت لهم، مشروع ان شاء الله مشروع خير باذن الله. انا خدت قرض من جمعيه الارمان وبشكر جمعيه الارمان جدا انها وقفت جنبنا وساعدتنا. انا كنت عايز ازود المشروع فسالت الناس، بعتوني لجمعيه الارمان وحياه كريمه، فالناس مشكورا قاموا معايا بالواجب. قدمت في الارمان على كشك وبلوني وبعتولي، بعد كده استلمته وهيدوني كمان بضاعه احطها فيه. بنشكر جمعيه الارمان ساعدتنا كتير. يسعى التحالف من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي للعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية.